المستقبل عالم التكنولوجيا بين ايديه. حكايات. عرضنا هو عرض الحكايات. كمبيوتر حكايات. كل الامكانيات. امكانيات ايه؟ امكانيات حكايات تفوق كل التوقعات. كمبيوتر LGA وفي كل الامكانيات، في بوردة انتل الاصلية وكمان بروسيسور LGA، يعني انسى السرعة، لان LGA بقوة 3000 ميجا، يعني اوعى تفكر في السرعة ولا الرامات. رامات قوية وعفية بقوة 512 علشان كل انواع الالعاب الحديثة والقديمة، وكمان ما اقولكش على LGA، وفي هارد كبير 80 جيجا علشان كل انواع التحميلات، يعني مساحة كبيرة علشان تحمل وانت متطبق. ولا الماركات كلها ماركات عالمية من ألمانيا وأمريكا والدول الأوروبية. ولا الشاشة LCD أصلية من أقوى الماركات العالمية ومفلترة تلقائية، ونحافظ على عينيك من الإشعاعات. هو لسه في حاجة تانية في عرض الحكايات؟ لسه في حاجات كتيرة قوي مع عرض الحكايات. هدايا عملية وكلها أساسية. ماوس ليزر، كيبورد، درعات لزوم الألعاب والحركات، كاميرا للنت علشان تشيد وتشوفهم وهم كمان يشوفوك، وكمان سماعات قوية وعفية، والمفاجأة الحقيقية والجبار. هديتين أقوى من بعض. الأولى كرسي للكمبيوتر هدية مجانية، والمفاجأة الثانية ترابيزة الكمبيوتر المتحركة المزودة بأربع عجلات. يعني عرض الحكايات في كل الحكايات اللي انت بتفكر فيها. ويا ترى العرض ده بكام؟ كل ده بسعر ولا في الأحلام، فقط وحصري من فيوتشر 888 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل الآن لتحصل على عرض الحكايات. كمبيوتر كل حكايات، بوردة انتل الأصلية، بروسيسور LGA، رامات 512، هارد 80 جيجا، ترابيزة كمبيوتر هدية، كرسي للكمبيوتر، ماوس، كيبورد، سماعات، درعات للألعاب، كاميرا للنت، كارت شاشة عملاق. كل ده في عرض الحكايات فقط 888 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل الآن قبل نفاد الكمية. فيوتشر 377 20 990.